السلام عليكم، احنا لازلنا بنستكمل التدريب اللي بيعرض كيفية استخدام ورقة العمل في عمل التسويات الجردية زي ما شفنا قبل هيك، وكيف ممكن نعمل ميزان مراجعة بعد التسويات، وثم من ميزان مراجعة بعد التسويات تعرفنا كيف ممكن نعمل قائمة دخل ونعمل ميزانية عمومية. الآن صرنا جاهزين لننفذ المطلوب الأخير، وهو إعداد يعني classified financial statements أو ما يسمى بقائمة دخل مبوبة أو قائمة المركز المالي المبوبة. طبعا هذا التبويب المقصود فيه classified وفقا لفاس واحد اللي خاص ب financial statement presentation and disclosure، وهذا يعني إعادة ترتيب للأرصدة اللي ظاهرة في ورقة العمل لنحطها في شكل يتمشى مع معيار الإفصاح اللي خاص بالفاز. فقائمة الدخل زي ما انتم شايفين معطيني قالب أستخدمه، معطيني قالب أستخدم لإعداد قائمة الأرباح المستبقاة أو المحتجزة إذا بدكم، وعندي قالب خاص ب الميزانية العمومية أو قائمة المركز المالي، معطيني قالب عشان أستخدمه في إعداد القائمة المبوبة. طبعا هنبدأ بأول قائمة هي قائمة الدخل. قائمة الدخل زي ما أنتم عارفين أول ما بتبدأ بالمبيعات، عشان كده هنختار حساب المبيعات من هان ونجيب المبلغ تبعه من هان، برضو مبيعات مبيعات هي المبيعات بناخد. طبعا خدوا بالكم بجيبه من قائمة الدخل. أنا الآن في عندي حاجة اسمها مرجع ومر، وإذا بدكم مسموحات المبيعات، في عندي هنا لو أخذتوا بالكم مرجع ومسموحات المبيعات. طبعا بنجيب المبلغ تبعها من قائمة الدخل زي ما انتم عارفين، هاي المرجع هذا حساب مدين. الفرق بينهم بيعطينا حاجة اسمها صافي المبيعات. صافي المبيعات اللي هو الفرق بين إجمالي المبيعات مطروح منها المرجع والمسموحات والخصومات اللي هو خصم المبيعات، طبعا يساوي هذا ناقص هذا. الآن وصلنا لصافي المبيعات. الآن بضل عندي أطرح من صافي المبيعات تكلفة المبيعات، وهذه تكلفة المبيعات موجودة عندي هان لو أخذتوا بالكم، تكلفة البضاعة المباعة. بجيب المبلغ تبعها من قائمة الدخل، تكلفة البضاعة المباعة هيها. الآن الفرق بين صافي المبيعات تكلفة البضاعة المباعة بنقول عنها الربح الإجمالي. الربح الإجمالي أو بعض الناس بيقولوا عنه الميرشندايز بروفيت اللي هو الربح من المتاجرة، اللي هو الربح المتأتي من عملية البيع والشراء فقط. حتى بتطلعوا له أغلب المحللين الماليين باعتباره هذا سستينبل بروفيت، لأنه هذا اللي بيبين الجوين كونسيرن أو مدى قدرة الشركة على الاستمرار في المستقبل. يبقى تكلفة مبيعات نطرحها، تكلفة المبيعات بنطرح احنا الآن عشان نجيب الربح الإجمالي، بنطرح صافي المبيعات ناقص تكلفة المبيعات، هذا بيعطيني الربح الإجمالي. لأن الربح الإجمالي لما نطرح منه المصروفات التشغيلية بيعطيني حاجة اسمها الربح التشغيلي أو الربح من عمليات التشغيل. طبعا الربح المصروفات التشغيلية في عندي ليست طويلة لو أخذتوا بالكم، بتبدأ بمصاريف الرواتب وبتنتهي في الجزء الأول قبل عمليات التسويات بمصاريف الإيجار، عشان كده كنا هنعمل كده ونسحبهم هيك، هاي مصاريف الإيجار. ضل عندنا بقيت المصروفات التشغيلية لو أخذتوا بالكم، في عندي أنا مصاريف مستلزمات واستهلاكات وفوائد، برضو التنين بنجيبهم كلهم من هان، وبنكون هيك خلصنا ما يسمى بمصاريف التشغيل. لاحظوا مصاريف الفوائد تعتبر من الأذر expenses and losses، هي بتيجي في القسم السفلي بعد العمليات التشغيلية. طبعا نجيب المبالغ تاعتهم، بنيجي هان بنجيب طبعا بنجيبهم من قائمة الدخل، أول مصروف رواتب هيو، وبنجيب المبالغ تبعتنا تاعتها، خلينا نعمل نسخ ونقول لسخ، بس هنا لسخ خاص بدي بس الصيغة أو المعادلة عشان ما يجيبليش علامة الدولار، وبعد كده ممكن أنا أسحب بسهولة كده لحد مصاريف الإيجار. مصاريف المستلزمات بدي أجيبها من الجزء السفلي في قائمة الدخل،
اللي هي عبارة عن مصاريف مستلزمات اللي هي هذه، وباجي طبعا بأسحبها هيك بالنسبة للنوعين المتبقيين اللي هي الاستهلاكات. العنوان هنا اسمه إذا بدكم إجمالي المصروفات التشغيلية. إجمالي المصروفات التشغيلية بنعمل جمع تلقائي كده وبنجيب المجموع تبعهم. الآن الفرق زي ما توي حكينا، الفرق بين الربح الإجمالي والمصروفات التشغيلية بيعطيني حاجة اسمها الربح من عمليات التشغيل، أو الربح التشغيلي بعض الناس بيقولوا عنه الربح التشغيلي. ليش بنقول عنه تشغيلي؟ قال لأنه هذا قبل ما نخصم المصروفات الغير تشغيلية ونضيف الإيرادات الغير تشغيلية، عشان كده كنا حنقول ربح إجمالي ناقص إجمالي مصروفات تشغيلية بيعطيني الربح من عملية التشغيل. الآن لو أخذتوا بالكم إيش في عندي other expenses and losses، إيش في عندي مصروفات أخرى وخسائر، وإيش في عندي other revenues and gains بنضيفها، لكن أنا ما فيش عندي إلا losses، أسف فيش عندي إلا expenses other expenses اللي هي مصاريف الفوائد، عشان كده كنا حنجيب هنا مصاريف فوائد وحنحط المبلغ تبعها، طبعا هذا هنا نجيبها مصاريف الفوائد، مصاريف الفوائد العنوان تبعها هنا مصاريف أخرى وخسائر. في المقابل هذا طبعا مصاريف، العنوان هذا هنا مصاريف، مصاريف أخرى وخسائر. طبعا من بينها طبعا زي ما شفتوا احنا عندنا أهم بند وعبارة عن مصاريف الفوائد، هذا اللي ذكرته تو عنوان، هذا مصاريف أخرى وخسائر هذا عنوان لو أخذتوا بالكم هي مفتوح، لكن مصاريف الفوائد هو عبارة عن حساب المصروفات الأخرى أو الآخر، عشان كده بنجيب المبلغ تبعه هو عبارة عن 8000. العنوان الأخير عندي هو عبارة عن صافي الربح، هذا صافي الربح الكلي بعد ما خصمنا المصروفات الأخرى، وإذا كان في عندي إيرادات بضيف الإيرادات الأخرى، يبقى هذا ناقص هذا طبعا بيعطيني هذا. طبعا لو أخذتوا بالكم هذا الرقم هو نفس الرقم اللي ظاهر في الانكم ستيتمنت، في قائمة الدخل عندي فوق، لو أخذتوا بالكم هذا الرقم هو نفسه هذا 4300 اللي ظاهر عندنا في قائمة الدخل اللي هو صافي الربح. وبهيك بنكون خلصنا القسم اللي خاص في قائمة الدخل، عندنا بنكمل إن شاء الله في الفيديو التالي قائمة الأرباح المستبقاة والميزانية العمومية. شكراً.